وأنزلنا إليكم نورا مبينا
إنجازات وأنشطة ابتدائية الجامعة للعام 1445 هجرية. الطالب محمد خالد الزهراني المركز الثامن على مستوى المملكة في مسابقة تحدي القراءة العربي 2023. الميدالية الذهبية الطالب عبد الله عبد العزيز العسكر، والميدالية الفضية الطالب عمر باسم إبراهيم عطية في مسابقة بيبراس موهبة. حصول الطلاب وسام عبد الوهاب المنجومي وركان محمد العقيلي وعمر باسم إبراهيم على الميدالية الفضية في مسابقة كانجارو موهبة 2024. حصول الطلاب عمر وليد الحقباني أوس محمد العلياني على الميدالية البرونزية في مسابقة كانجارو موهبة 2024. اجتياز اختبار موهوب واحد في الرياضيات والعلوم. الطالب رامي فريح المطرفي المركز الأول على مستوى المحافظة في مسابقة الرسم والتصوير التشكيلي. الطالب إياد محمد الشهري المركز الثالث على مستوى المحافظة في مسابقة الرسم والتصوير التشكيلي. الطالب عبد الله عبد العزيز العسكر المركز الخامس على مستوى المحافظة في مسابقة تحدي القراءة العربي للعام 1445. يا رب عي قمة المراكز الأولى، فأنت أرقى صروح العلم تأهيلا، مدارس الجامعة في الخرج رائدة بمنجزات أعدت للبنا جيلا، مدارس الجامعة في الخرج رائدة بمنجزات أعدت للبنا جيلا، مدارس الجامعة مدارس الجامعة. إدارة راكموا الإبداع واجتهدوا عن الصدارات لا يرضون تحويلا، معلمون تعلمنا على يدهم أن نسبق الكل إلماما وتحصيلا، معلمون تعلمنا على يدهم أن نسبق الكل إلماما وتحصيلا. الجامعة قمة المراكز الأولى. التقى الوعي بالتطوير في خطط تواكب العصر تجديدا وتأصيلا، حتى تكاملت للتعليم جامعة تهتم بالنشئ تحفيزا وتفعيلا، حتى تكاملت للتعليم جامعة تهتم بالنشئ تحفيزا وتفعيلا. الجامعة قمة المراكز الأولى، تربعي قمة المراكز الأولى، فأنت أرقى صروح العلم تأهيلا، مدارس الجامعة في الخرج رائدة بمنجزات أعدت للبنا جيلا، مدارس الجامعة في الخرج رائدة بمنجزات أعدت للبنا جيلا، مدارس الجامعة مدارس الجامعة. مسابقات علمية اهتممت بها، منافسات عالمية نلت تفضيلا.